السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة أطفال نقدم لكم 5 طرق للحفظ السريع. التسميع الذاتي: إن التسميع المتكرر يساعد في إرسال المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى. الفهم قبل الحفظ: يجب على الإنسان قبل حفظ المعلومة أن يفهمها، فالمعلومات التي تنظم في الذاكرة وتستوعب تكون أسهل في الحفظ وتعلق بالذاكرة أسهل في الحفظ وتعلق بالذاكرة لوقت أطول. ففي حال عدم فهم المادة لا بأس من قضاء بعض الوقت لفهمها جيدا قبل البدء بعملية الحفظ. المذاكرة قبل النوم: تخصيص فترة قبل النوم لمراجعة ما تم دراسته خلال ساعات النهار، وذلك لأن الدراسة والحفظ في هذه الفترة أكثر فاعلية وسهولة. التكرار: التكرار بكثرة، فإذا قام الشخص بتكرار ما يريد حفظه تترسخ في ذهنه وتساعده على الحفظ، ولابد أيضا من الرجوع إليها في وقت لاحق وتكرارها مرة أخرى، لأن التكرار في المرة الأولى عادة ما يزول، فإذا عاد إليها مرة أخرى وقام تكرارها فكررها، إذن هو نجح في حفظها. الحفظ بالكتابة: تعتبر الكتابة وقت المذاكرة أفضل طريقة لحفظ المعلومات لمدة أطول في الدماغ، وهي أكثر فاعلية ب7 مرات من القراءة لوحدها.